تدخل الحرب في السودان شهرها الثاني، ورغم الهدن المؤقتة لوقف النار لا بوادر لحل نهائي تلوح في الأفق. لا غالب في هذه الحرب ولا خاسر سوى المواطن السوداني الذي بات يعاني الأمرين إثر حالة الشلل والنقص الكبير في المواد الأساسية والخدمات والمساعدات الإنسانية. يغدو المشهد أكثر تعقيدا يوما بعد يوم مع تشابك خارطة انتشار وسيطرة كل من قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وتحديدا في العاصمة الخرطوم، إذ يحكم الجيش السوداني قبضته على جميع مدن البلاد ما عدا بعض المناطق المحدودة في دارفور. أما في الخرطوم فيسيطر على الجزء الأكبر من القيادة العامة، كما يسيطر على المناطق العسكرية المعروفة والموزعة في المدن الثلاث في ولاية الخرطوم، بالإضافة إلى منطقة وادي سيدنا العسكرية حيث المطار العسكري الذي تم استخدامه لإجلاء الجاليات الأجنبية، وتتحرك منه طائرات سلاح الجو السوداني أيضا. في المقابل تسيطر قوات الدعم السريع على جزء من القيادة العامة للقوات المسلحة، وتتواجد في القصر الجمهوري وفي مطار الخرطوم وعدد أيضا من الوزارات، بالإضافة لانتشارها في منطقة الخرطوم بحري وجنوب الخرطوم وفي المناطق السكنية أيضا في شرقي الخرطوم. لوجستيا تعتمد قوات الدعم السريع على انتشار قواتها عبر استخدام سيارات صغيرة سهلة الحركة مسلحة بأنواع متعددة من الأسلحة الصغيرة ومضادات الطائرات ومدافع، مستفيدة من خبرتها بالتحرك السريع في دارفور ولسنوات طويلة. فيما تتفوق القوات المسلحة في عاملين مهمين وهما امتلاكها لسلاح الطيران والمدرعات، إذ تستخدم سلاح الطيران بشكل مكثف ضد تجمعات قوات الدعم السريع ومعسكراتها المعروفة، بالإضافة لمطاردة سياراتها المنتشرة في أحياء الخرطوم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.